وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك معنا. بالتأكيد مصر لها دور تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، المواقف كلها تنعكس بالتأكيد أنها جانب الأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة. برأيك كيف أبرز أو ما هي أبرز المواقف الأخيرة لمصر وأبرز التصعيدات من الجانب الإسرائيلي تجاه الأشقاء في فلسطين، وكيف يمكن بلورة موقف من المجتمع الدولي حيال ذلك؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. مصر هي بلد جهود كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والعمل على ان ينال الفلسطينيين حقوقهم المشروع، وايضا يعني الكلام ده سواء في الازمه الحاليه او منذ نشاه الازمه او القضيه الفلسطينيه سنه 1948. ومصر خاضت عده حروب، ومصر ايضا خاضت معركه السلام، وفي هذه الازمه التي تحدث في غزه وفي هذا الهجوم الوحشي والاعمال التي يمكن وصفها لأنها جرائم حرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، فشهد أن مصر تحركت على مستويات مختلفة، على مستوى الاتصالات السياسية والدبلوماسية، مستوى الاتصالات الفرنة، مستوى وزارة الخارجية، على مستوى المساعدات الإنسانية. ويمكن مصر بذلت بتبذل جهود كبير في هذه الاتصالات للعمل على إيقاف هذه نقول المأساة التي تعرض لها الإخوة في فلسطين. مصر فتحت المعبر مفتوح، نعم دكتور، المساعدات الإنسانية إلى غزة، سواء كانت مساعدات مصرية أو مساعدات بتصل إلى مصر، تصل إلى طار العريش ثم يتم نقلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وأيضا هناك ايضا والقياده المصريه بتنادي وفي مهمات مختلفه ومتعدده وفي هذه الازمه بضروره بحث عن حل هذه القضيه اللي بيوقف دائره العنف والمضاد وهذه التداعيات، لان هناك ايضا تكون من ان تحدث تداعيات لم يتم احتواء الموقف، تحدث تداعيات تندرج فيها ايضا اطراف اقليميه أو أطراف دولية، وده قد يكون اختيار أسوأ. طيب دكتور، يعني وسائل إعلام أجنبية تتحدث عن أن الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أعادت الأضواء إلى دور مصر كمحرك إقليمي رئيسي في المنطقة، قراءتك لذلك؟ ده كلام يعني صحيح. يعني الأخيرة لم تعد فقط مجرد وسيط للتهدئة، وإنما أصبح لها دور مهم، وإحنا ممكن نعتبر إن هذا الجانب لمصر في القضية الفلسطينية وفي الأزمة الأخيرة بيرجع إلى دور مصر في الإقليم ودور مصر في المنطقة. شفنا إن مصر استضافت مؤتمر قمة السلام في تجمعت فيه عدد كبير من الدول، دور الامين العام للامم المتحده. اذا الدور المصري الحقيقه هو بالنسبه للقضيه الفلسطينيه وبالنسبه لمسانده الحق الفلسطيني، هو دور يعني نقدر نقول متصاعد، ان مصر تحولت الى نقدر نقول يعني ليس فقط مجرد وسيط للتهدئه كما حدث في مرات سابقه، انما ايضا ان يكون لها ثقه به دافع العملية التفاوضية، وهذا ما تطالب به مصر وتطالب به القيادة المصرية، إعادة العملية التفاوضية اللي هي متوقفة الحقيقة منذ عدة سنوات، تعود إلى مجراها من أجل الوصول إلى الحل العادل لهذه القضية اللي طال أمدها، والحل اللي بيتفق مع قرارات الشرعية الدولية وبيحقق الحقوق المشروعة، بيكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نعم دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.